نايس في حاطين لك عليه كذا سباركل اوكي. أعزائي المتابعين إنما كنتم متين بن عبد الله إز كملوها أنتم زبدة واضحة وين والمارت فيديونا لهذا اليوم وش راح نسوي كان مفروض إني أسوي تحدي والمارت اليوم أشوف فيه أشياء من آخر فيديو سوينا في تحدي والمارت ولكن الساعة الآن عندي 1 الفجر الفيديو ينزل الساعة 6 الصبح باقي 5 ساعات وينزل الفيديو توي أبدأ أصور اليوم كتبت سناب شات حقي هنا سناب شاتي سألت الناس تبون نسوي فيديو عن بروتين بارز الأشياء كذا الحلاوة اللي فيها بروتين المنتجات اللي يجي فيها بروتين ولكنها سناكس يعني تأكلها كذا بين الوجبات الأشياء كذا في نفس الوقت إنها تكون صحية كثير ناس قالوا إيه إحنا نحتاجها هذه أنا ما أتوقع إن هذا الفيديو بيجيب مشاهدات كثيرة بصراحة أبدا ما أتوقع ولكن يكفيني إن هذا الفيديو بيفيد ناس كثير أوكي بيفيد ناس كثير وهذا الشيء بالنسبة لي كفاية أنا فلذلك خلوا المارت نشتري كم شيء وباخذ زبادي الزبادي هذا لازم تعرفونه هم موجود كم سناب شاتي وعشق نسيت يا اخي هو حاطينه جنب الصيدليه يعني حتى انه مكانه مره غريب كسكشن اساسا ما ادري وين نسيت ظاهر ايوه هذا هو هذا السكشن اوكي على حظكم اليوم ما في كيف شيء اوكي بس بنحاول ناخذ اشياء تستاهل تجرب او يعني شيء جديد بالنسبه لي انا هذا على دونتس شكله صراحه يشهي ف هذا واحد هذا كيكس بصراحه كيك شكلها مره يشهي ان شاء الله مستويه تكون دقيقه مفروض في منه صغير بس ماني لاقيه فالظهر هذا هو خلينا نشوف لا مو هو مو مشكله ناخذ هذا واحد بعد هذا شكله شهي بس ما ادري اخي احس اذا ما في منه حبه واحده ما ادري احس مالي خلق اخذ هذا شكله حلو أوبس 3 عندي هنا هذا على كوكونات صراحة ماني مرة مع الكوكونات هذا كويست على هذا خذنا الظهر واحد يشبهه لا ما أخذنا في لقى 2 على بيرثدي كيك فيا بما أنه في 2 راح نقارن بين ماركت 1 وماركت كويست شيبس هذا عندي منه بالبيت فما راح أخذه لأن أعرف طعمه بالضبط إنرجي جل لا ما مالي فيها هذه الأشياء صراحة هذا كم في بروتين خلينا نشوف هذا أو بين باتر أوكي نايس بس كم في بروتين هذا ما هو مكتوب هذا فيه 30 والله بيست هذا مرة كبير أوكي هنا عندنا 1 2 3 4 5 6 خلينا نختار واحد زيادة بس تشوكلت بين باتر بعد أوه 30 هذا بعد والله فيهم يعني أوكي هذول الحين عندنا اللي بنجربهم أوكي الحين باقي زبادي ماركت شوباني جربت منها نكهات مره كثيره راح اشتري منها نكهتين انا احبهم بقول لكم انه بجربهم او بقول لكم اني يعني هذول خذوهم خلاص نصيحه ونكهه باخذها جديده ما قد جربتها فهذه سناب شات حقي راح اقول لكم اذا تستاهل انها تجربها او لا اوكي وصلنا لمكان زبادي طيب النكهتين العشق حرفيا بالنسبه لي اللي يعني مره احبهم هذه كي لايم طبعا هذا الحلو فيه انه 2% فات طبعا لو تاخذ 0% فات يكون افضل بس انا بصراحه يعني احب زبادي يكون شويه مدسم اوه هذه غير هذه النكهه هذه عشق هذه ميكست بيريز وبس نكهه اليوغرت فانيلا هذول اللي انا احبهم مره هذول العشق بالنسبه لي جربت الاسبوع الماضي شريت تقريبا 8 نكهات هذول توب 2 بالنسبة لي الحين هذه إذا كانت باينابل أو ما أدري أنا ما أحب الأناناس مرة فأتركها هذه ودي فيها بس ودي هذه لو ألقى منها ال4 حبات يكون أفضل إذا ما لقيت 4 حبات ما راح أخذها ما موجود 4 حبات أذكر لقيت واحد على كوكونات هذا على كوكونات أو ودي أجربه هذه النكهة الجديدة تصدقون؟ خلنا ناخذ نكهتين جديدة مو واحدة بس هذه واحدة لأن ناس نكهة جديدة بعد مو مشكلة توني لقيت واحد على مانجا بس هذا ما في منه مشكلة مرة بطل على مانجا كذا يعني نكهة المانجا حلوة في الأشياء ففي نكهات واجد هنا موجودة مثلا هذا على رمان تمزح على رمان بجرب هذا وفي هذا على كراميل تمزح كراميل لا مرة لا
وفي اللي على مانجا، خذ اللي على مانجا. جرب اللي على كرمل، ليش لا؟ طبعا على فكره هذول كل يوم اكل منهم واحد بس مو اكثر. الدايت حقي ما يسمح لي اكل اكثر من واحد في اليوم. كان المفروض اجرب اثنين جدد بس جربنا خمسه جدد. تابعوني بسناب شات صراحه اجربهم واحد واحد، وهذول الاثنين هم اللي يستاهلون انهم يجربون. بس الحين عندي واحده ونص تقريبا، تاخر وقت مره، فاللي راح يصير ان شاء الله ما يتاخر فيديو اليوم يعني. الاغراض عندنا هنا، راح نصور فيها الفيديو، راح ينزل الفيديو، بس الحين اترككم تروحون الاستوديو. اعزائي المتابعين، حينما كنتم تيم بن عبد الله از للمره الثانيه باك. سلام مساكم وصباحكم اعزائي المتابعين، وقت تيم بن عبد الله، وهذا الفيديو الجديد والجميل والرائع اللي من خلاله راح اجرب بروتين بارز. قبل لا نبدأ عندنا ثلاثة أشياء. الشيء الأول سبسكرايب يا جماعة، سبسكرايب، نبغى السبسكرايب كذا كذا، لا هي مو كذا يعني، بس يعني يزيد، فاهمين أنتوا فاهمين علي. شيء ثاني، شو أخبار ستور؟ أخبار ستور ها 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 ها، يعني على وشك، مرة على وشك، يعني على وشك إننا نبدأ يعني ناخذ طلبات. شيء ثالث يا جماعة، اليوتيوبر فيوريوس بيت، توقع أنكم تعرفوه، يوتيوبر رائع، يوتيوبر محترم، يوتيوبر خلوق جدا، ويحب يساعد الناس بشكل مو طبيعي. الفتره هذه يمر بظروف صعبه جدا جدا جدا. راح احط لكم فوق، ما ادري هنا ولا هنا، بتوقع هنا، راح احط لكم فوق هنا قناته. روحوا له، اكتبوا له في الكومنتات، شجعوه، اعطوه ايجابيه في حياته. الانسان يستاهل، الانسان ساعد ناس مره كثير من قبل، محتواه مميز، هو انسان مره رهيب. اذا ما كنت تعرف تتكلم انجليزي مو مشكله، حط له قلوب، حاول تتكلم انجليزي. ما عرفت مره اكتب له اي شيء بالعربي. اذا كنت تعرف تتكلم انجليزي ساعدوه، وتذكروا ان كل شيء انسانيه قبل اي شيء. باقي شيء اخر شيء وهذا اهم شيء، انا مسوي تحدي جديد بيني وبين متابعين في السناب شات. التحدي هذا، شفت الصوره هذه؟ يا انا على اجهزه الكارديو قدرت اني احرق 583 كالوريز في نص ساعه. هو تحدي الناس اللي تقطفني، هذه مره رهيبه. اذا كنت تقدر تحرق اكثر من 583 في نص ساعه، روح السنابي وحط لي اياها، واللي يقدر يحرق باشر حساب هناك. ندخل على الفيديو. اول واحد عندنا لهذا اليوم اسمه جيمي ويك اب، هذا كلين بروتين بار، وايت شوكليت كافيه لاتيه. المفروض انه يعني ما في شوكليت، ما في شيء، مع انه مكتوب تحت انه وايت شوكليت، بنكهه اللاتيه اللي على وايت شوكليت. فيه 21 جرام بروتين، بس اللي خوف فيه انه فيه 6 جرام سكر، 6 جرام سكر مره كثير، ولكن مو مشكله يعني، مو مشكله والله. كثير، فيه 240 كالوريز وفي كافيين، يعني هذا المفروض انه يكون بروتين وطاقه في نفس الوقت. راح نجربه. طبعا هذه الاشياء ما تاخذها كجرعه بروتين عن وجباتك او بدل السكوب اللي تشربه او هذا، لا، هذه تاخذها كسناك، يعني مثلا بين الوجبه الرابعه والخامسه تضرب لك واحد كذا، بعد السادسه كذا يتنقنقك على واحد. الزبده انه يعني هذا عشان اكسترا بروتين، يعني شيء يضبط وضعك، مو عشان انك تاخذها بدل بروتين معين. زبده، نجرب اول واحد. راح احاول افتحها من هنا عشان برجع اقفلها مره ثانيه، لان هذه كلها راح اكلها بعدين. فلا احد يجي يقول لي متيم انت تلعب بالنعمه. او نايس، اوكي اوكي. على كثر بروتين بارز اللي جربتها في حياتي، لحد الان هذا واحد من افضل الاشكال. شوف كيف شكله، نايس، اوكي. وايت شوكليت فيه، اتوقع انه هذا الموكا والعفسه، زبده يعني الخلطه حقته. اذا ما خاب ظني مسوي من اوت ميل باين هنا، ولكن بسم الله. اخشن بشويه ما توقعت. او نايس، واو، باين انه في سكر كثير من الطعم، ولكن مره لذيذ. لحد الان هذا الذ بروتين بار جربته في حياتي، حرفيا بدون مبالغه. انا جربت مره كثير اشياء، هذا افضل. بالعاده بروتين بار يكون في طعم بروتين باين، الناس ما تحب هذا الطعم، فالشركات اللي تقدر تسوي لك شيء على بروتين بدونه يكون افضل. وهذا 21 جرام بروتين يعني يكون مره كثير، بس اتوقع انه مخلي الطعم ما يكون موجود هو السكر الموجود، انه 6 جرام سكر. البروتين الموجود فيه اكثر من العاده، خلينا نعطيه رقم اعلى، ولكن السكر اللي فيه موجود اكثر من العاده، خلينا نعطيه رقم اقل. هذا ككل، اذا تبغون كطعم، كطعم بياخذ 9 من 10، ولكن ككل بعطيه 7 من 10. اقول لكم انه يستاهل التجربه بصراحه، انا كنت ماخذه على اول واحد وماني متشجع من شكله، توقعته بياخذ اقل، ولكن بصراحه يستاهل. ثاني واحد عندنا لهذا اليوم من شركه بريمير بروتين، هذا 30 جرام، واو، والله 30 جرام مره كثير ترى. 30 جرام بروتين فيه، 3 جرام فايبر جلوتين فري، نوت باد. ما هو مكتوب فيه سكر، ما هو مكتوب فيه شيء، فالمفروض ان هذا السكر فيه صفر. اذا اخذ تقييم عالي راح اخذ 9 و10، لانه الى حد الان يعني واو اللي قاعد اقراه من النيتروشنز كبروتين بار، شيء مره خرافي. او يا النكهه ما قلت لكم، شوكليت بينت باتر، يعني والله لحد الان الاول طعمه في همي. اليوم بكملها بعد
لا والله من مكمل هذا بكرة قبل التمرين. طبعا في ناس بتزعل انه القناة صارت صحية وكذا. الفترة هذه يعني فترة لين اوصل الجول اللي ابي وبعدها بنرجع طبيعي يعني. اكيد انه بعدها بنرجع طبيعي، ولكن الفترة هذه انا يعني بديت اعاني من مشاكل صحية عشان اكون معاكم صريح، بسبب الوزن الزايد، بسبب المشاكل اللي عندي. نقول بسم الله. اوكي، خشن التكشر حقه نفس التكشر الاول. اوكي، باين انه ما في سكر بس طعمه حلو. التكشر حق الاول كان اوت اللي هو شوفان، هذا نفس الشيء حلو، في طعم مروره شويه، اتوقع هذا طعم الشوكليت اللي برا، بس مو سيء يعني. وهم ما في طعم البروتين اللي اكرهه انا ذي. واو، ولكن توقعت طعمه بيكون احلى من كذا. اوكي، ولكن كشيء ما فيه سكر نايس. كشيء فيه 30 جرام بروتين، ترى كثيره 30 جرام بروتين. 30 جرام بروتين هذه بعض الشركات تعتبرها سكوب، بعض الشركات تعتبرها سكوب الا ربع. نايس، لذيذ، اشوف انه يستاهل التجربه مره. هذا بعطيه 9 من 10. واقول لكم الناس اللي تحب البين باير، الناس اللي تبغى تاكل شيء يكون فيه بروتين عالي، هذا اقول لكم مره راح يناسبكم. نايس. ثالث شيء عندنا لهذا اليوم من شركه 1، 20 جرام بروتين و1 جرام سكر، 220 كالوريز. هذا ما قلت لكم كم الكالوريز فيه صح؟ الكالوريز في هذا يا طويلين العمر والسلامة 290 كالوريز. هذا فيه 220 كالوريز، طعم غليز دونتس توقع. ميبل غليز دونتس، يا ميبل غليز دونتس، نكهة أول مرة أشوفها. بالعادة النكهات تكون بين باتر، تكون كيك، تكون أوريو، تكون تشيز كيك، يعني النكهات اللي نعرفها بالعادة، ولكن هذول بصراحة عطوك خطوة زيادة. هذه الخطوة أنا أقول لكم مرة حلوة. 20 جرام بروتين، سكوب نص سكوب تعتمد على حسب الشركة اللي استخدمها. أنا ما موضوع الجلوتين فري هذا بصراحة ما يفرق معي. أتوقع أنه هذا أوت ميل، ولكن ما هو مكتوب عليه إذا كان أوت ميل أو لا. إلى حد الآن هذا شكله بطل، شوف نايس صراحة. شوكولاتة أبيض من برا يعني بيكون شيء حلو. أوه ريحته ميبل، الناس اللي تعرف الميبل خي ما أدري ما أعرف اسمه بالعربي، زبدة إن اللي يستخدموه الكنديين يحطونه على الباين كيك ميبل. كتبوا لي اسمه تحت بالعربي، أبغاكم كتبوا لي اسمه. قول بسم الله. واو واو، ما تقول ثلاث مرات واو، صراحة مرة لذيذ، كأني قاعد أكل من جد شيء عليه ميبل، يعني بانكيك عليه ميبل. هذا مرة حلو، 20 جرام بروتين كويسة، سهل التجربة. في وايت شوكولات اللي فيه مرة حلو، أو الشوكولاتة البيضاء اللي فيه مرة حلوة، الميبل باين طعمه، ولكن في طعم اللي قلت لكم الناس ما تحبه اللي هو طعم البروتين باين فيه مرة في هذا، يعني وانت تاكل حتى لو أعطوك إياه بدون هذه، إذا كنت تعرف طعم البروتين راح تعرف إنه هذا على بروتين مرة. هذا بعطيه 7 من 10 عشان انه 20 جرام بروتين، لو كان اعلى كان بياخذ اعلى. رابع شيء عندنا لهذا اليوم هذا من شركه ميتريكس. شركه ميتريكس باين من حجمه ومن يعني انه شيء مره راهي. هذا فيه 30 جرام بروتين، جرامين سكر. الناس بتجي تقول طيب ليش الاشياء هذه، لانه ما في احد بياخذ الاشياء هذه وبياكل الاشياء هذه اللي قاعد اجربها، لانه مهتم لهذه الاشياء. بطعم بين باتر كاب، يعني بطعم الريسز، ريسز كابس. كالوريز اللي فيه 300، واو اوكي، على حجمه هذا اتوقعته بيكون 300 كالوريز، جرامين سكر، 30 جرام بروتين. يعني لو جيت بقارنه بهذا ما في سكر، 30 جرام و220 كالوريز الظهر قلنا فيه، هذا 290، يعني فرق 10 كالوريز بينهم، وهذا زياده فيه جرامين سكر. في ناس تفرق معاها جرامين سكر، في ناس ما تفرق معاها، في ناس يقول لك انرجي على الجيم، اب تو يو، يعني انت وش تفضل. هذا الفيديو طبعا صار سيريس اكثر من انه فيديو يعني فن وكذا، وصار اتكلم في انجليزي مره. اي نو. اوكي، هذا طبعا شكله تكسر من فوق شويه، بس ما هي مشكله يعني. داخل لون اسود، اتوقع انه هذا البين باتر من داخل الشوكلت، عكس الكابس، الكابس يكون برا الشوكلت داخل بين باتر. بسم الله. اوه لا لا لا. اوكي مره بين باتر، هذا اللي داخل كيك، ومن فوق في بين بار كذا ذايب، بصراحه مره واو. 30 جرام بروتين ترى مره كويسه فيدك، هذه طعمه حلو لذيذ، والله لذيذ مره، ولكن فيه طعم البروتين اللي قلت لكم عنه. بياخذ معانا 8 من 10. نجي الى خامس منتج عندنا لهذا اليوم، بيرثدي كيك بنكهه كيكه عيد الميلاد من شركه 1، ولكن هذه المره راح ناخذ منتجين مع بعض. المنتج السادس معانا هم من شركة كويست بنفس النكهة، بيرثدي كيك. هذا فيه جرام سكر واحد، هذا فيه أقل من جرام سكر،
هذا في 20 جرام بروتين، هذا في 21 جرام بروتين، يعني 21 جرام بروتين واقل من جرام سكر، 20 جرام سكر، يعني هذا بيكون افضل كنيتروشن فاكتس. ولكن في هذه الحاله راح نقيمهم اثنين مع اثنين عشان نشوف وين افضل. خلنا ناخذ هذا اول من شركه 1. نايس، في حاطين لك عليه كذا سباركل. اوكي اوكي، صراحه اللمسه، انا اقول لكم اللمسه مره حلوه، عجبتني الحركه. صدقون اول مره في فيديو كذا ما اشم الاشياء، اذا كانت تجربه شيء عادي. اوكي، كانه في طعم البروتين وما في طعم البروتين في نفس الوقت، ما ادري شلون. طعم كيكه عيد الميلاد مره، انا ما احب كيكه العيد الميلاد مره ككيكه، ولكن الاشياء اللي بنكهه كيكه عيد مثلا الاوريو وهذا بصراحه نشوفهم مره رهيبين. اوكي، بلعت الحين، حسيت بطعم البروتين خفيف مره. الحركه مسوينها عشان يغطون طعم البروتين، انا اقول لكم مره حلوه. بعطيه 8 من 10 هذا. الثاني اللي بشركه كويست كان نيتروشن فاكتس او حقائق تغذيه، هذا افضل، ولكن الفرق في الطعم. هذا غير صاير الشكل. اوكي، ولكن الاثنين معطينك نفس الحركه. نوت باد، نوت باد، تقريبا الطعم متشابه. هذا الطعم البروتين باين فيه اكثر. اوكي، مره باين فيه طعم البروتين، ف بعطيه 8 من 10 هذا بعد، هذا بعطيه 8 من 10. ولكن لو جيت وقالوا لي اختار واحد من اثنين كشيء تاكله، باخذ مال ماركت 1 اكيد. نجي لاخر واحد عندنا لهذا اليوم، ماركت 1 تشوكليت شيب كوكي دو على عجينه الكيك، او ممكن هو نفسه عجينه كيك. نايس، هذا 20 جرام بروتين، جرام سكر واحد. بشكل عام شركه 1 دائما هكذا 20 واحد. كالوريز في 220، اللي قبل ما قلت لكم الكالوريز حقهم صح في المقارنه، هذا 210 وهذا 108، يعني هذا اصح ولكن هذا افضل. نرجع لهذا، هذا 220، ما ادري قلت ولا 220 جرام، 220 كالوريز عفوا. نجرب، حاط لك شوكليت من برا عليه، توقعته بيكون نفس الكوكي دو اللي هو بيجي يعني كذا عجينه وفيها قطع شوكولاته، ولكن اتوقع انه هنا خلوا شوكولاته برا داخل العجينه. بسم الله. ما هو كوكي دو، هذه كيكه عاديه او بار. طعم بروتين فيه قوي، مو قوي قوي، ما طعمه عادي جدا، طعمه جدا عادي، طعم اي كيكه فيها من برا شوكولاته ومن داخل كيكه عاديه. ما حسيت انه بيكون شيء مناسب بصراحه. هذا الاسوء فيهم، بعطيه 5 من 10. خلينا نختار افضل واحد عندنا واللي هو منتج اليوم. بصراحه اللي يستهلكون منتج اليوم هو الواحد، مره لذيذ. 240، في غيره 300 هنا، ف 240 كالوريز نوت باد. فهذا اللي كان عندنا اليوم احبتي، لا تنسون لايك سبسكرايب وشير، واتمنى يكون الفيديو عجبكم، واذا حسيتوا انه مفيد وفاد بعض الناس انهم يجربون انواع اخرى من البروتين بارز او الواح البروتين، شاركوا الفيديو، انشروه في كل مكان. ترى انا ناوي اسوي سلسله كذا، ولكن السلسله هذه تعتمد على اقبال المشاهدين، تعطينا لايك، تكتب تحت كومنت، تنشر الفيديو، هذه كلها اشياء تبين ان انت عجبك الفيديو وافادك، وان شاء الله يفيد ناس كثير. كان معكم متين بن عبد الله، اخوكم وصديقكم وحبيبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.